ورجعنا لكم. لكن قبل ما ننسى أستاذ إبراهيم لازم ندعو بالشفاء للكابتن أحمد جابر كابتن نادي الأهلي واللاعب الدولي في كرة اليد، عمل عملية دقيقة، نرجو له الشفاء بإذن الله. وأيضا نترحم على كابتن عبد الرحمن عوف كابتن كرة الطايرة في النادي الأهلي ونائب رئيس الاتحاد السابق رحمة الله عليه. ونشاطر الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي، الأحزان لوفاة زوج نجلته، توفى شاف كتير، شاف كتير محسن، ربنا معاه وربنا يتولى الفقيد برحمته يا رب. طيب بعضمة لسانه كمان، احيانا في حاجات بتتقال وبسرعه محدش بيعلق عليها فتتحول عند الناس لحقيقه، وطبعا في ظل السوشيال ميديا وفي ظل تبادل الكلام تفضل مع الوقت بقت حقيقه. من ضمن الحاجات، الحق ده السنه دي لغوا بطولات الناشئين السنه دي، عارفين ليه؟ عشان اللي قاله الزميل ايهاب الفول. انت النهارده انت الاول في كل قطاعات الناشئين، تم تاجيل كل لا الغاء مش تاجيل، يعني لغى الموسم، لغى الموسم عشان انت الاول. لو نادي الاهلي تفتكر كان لغى له الموسم، لو نادي الاهلي كان جاب المدرب اللي هو بتاع قطاع الناشئين الجديد ده او اكتشف له 3 4 لعيبه كان لغى له الموسم، كان ممكن يلغي لك. لو انت الاول زمالك الاول كان لغى الموسم بتاع الزمالك وكان شغل الناشئين وكان قال لك لغينا الكبير عشان مصلحه الكره المصريه وهنشغل الناشئين. ما تبقاش عارف ايه المفروض، في مبدا انت ماشي عليه، خريطه انت ماشي عليها، بلان انت ماشي عليه، ما تبقاش عارف. المفروض انا خايف عليك وخايف على ابنك وخايف على اخوك الصغير، لكن خايف على ابنك الصغير بس ومش خايف على الكبير؟ طب ده الصغير او الكبير عرضه اكتر للاصابه في فيروس كورونا اكتر من الصغير. يعني كل ما الانسان اتقدم في السن كل ما بقت فرص اصابته بالكورونا اكبر. يعني انا لاعب الصغيرين وما لاعبش الكبار، يعني لو اجل اقول لا يا جماعه ده وفقا لمنظمه الصحه العالميه ووفقا للاحتياطات والاحترازات اللي المفروض يلعبوا الناشئين، لكن عشان نادي الزمالك هو الاول فمش مهم بقى ايه نقلب الايه المعدوله ونعدل الميله. يعني علشان نادي الزمالك الاول في كل القطاعات في كل مسابقات الناشئين، يبقى الاستاذ عمرو الجنايني واتحاد الكوره يلغوا قطاعات الناشئين كلها عشان الزمالك الاول، عشان الاهلي بعيد. مجامله للاهلي، دي سطوه الاهلي، ده تاثير الاهلي، مش ده الكلام؟ الغريب جدا في الكلام ده في الفيديو ده ايه؟ ان الكابتن طارق يحيى بيسمع الكلام وبيامن عليه وهو مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك، يعني عارف الحقيقه وما فيها. سيبنا انه الزميل ايهاب الفولي راجل كصحفي المفروض يستوثق من المعلومه او عشان يتبنى راي، حتى لو راي بهذا الشكل ما عنديش مشكله فيه، بس يبقى قائم على حقيقه، قائم على حقيقه سليمه، مش على كلام مرسل فيه كله غلط. يا جماعه دوري قطاعات الناشئين اللي اتلعب الموسم ده كان فيه 4 بطولات جمهوريه، على مستوى الجمهورية، مسابقات المناطق الزمالك بيلعب في منطقة الجيزة والأهلي في منطقة القاهرة وكل نادي في منطقته، لكن دوري الجمهورية 4 بطولات. هو الراجل بيقول إنه الزمالك كان متصدر كل البطولات والأهلي بعيد، الأهلي ده وحش بعيد. تعرفوا إنه الأربع بطولات لما اتلغت الأهلي متصدر بطولتين، إنبي متصدر بطولة، الزمالك متصدر بطولة. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الكلام اللي سمعه الكابتن طارق يحيى وما ردش؟ ما ردش حتى على الحقيقه، سيبكم من اي حاجه، ما عنديش مشكله في المنطق، بس على الحقيقه وعلى المعلومه. بطولات كانت السنه دي 99 و2001 و2003 و2004. الاهلي بيتصدر مواليد 99 ومواليد 2004. انبي بيتصدر بطوله 2002 والزمالك بيتصدر بطوله 2001. بطولة 99 الأهلي عنده تصدرها لما اتلغت 65 نقطة من 27 أسبوع. عارفين الأهلي المنهار كان عنده 65 نقطة، الزمالك اللي لغوا البطولة علشان هو متصدرها كان عنده 38 نقطة، 65 ل 38 ممكن كان في المركز على السابع بس قبل التاسع. ما قبل ما تنقل لفرقة تاني عايز أتكلم على 99 عشان يبدو للناس ان فين ناشئي الاهلي. ناشئي الاهلي فيه حوالي 11 من 10 ل 11 لاعب معارين للانديه.
في الفرقه دي. لكن هم لما دمجوها مع ال 99 مع ال 2000 قدروا يعملوا فرقه ايضا تتصدر وتبقى بهذا التفوق يعني. لكن ما حدش يعني انت ما حدش بيتكلم على ان عمار معار، ما حدش بيتكلم ان مجموعه ال الجونه معارين اربعه او خمس لعيبه. فانت الخلاصه بتاعت الفرقه معاره بره. صحيح. شوفوا الفرق، واحد عنده 65 نقطه الاهلي، الزمالك التاسع ب 38 نقطه، ومع هذا الاهلي اتلغت علشان الزمالك متصدر، عشان ال 38 اكبر من 65. خلينا في المنطق ده بتاع وزاره التموين، نفس المنطق. طيب بطولة 2004 الأهلي المتصدر ب 44 نقطة من 20 مباراة، 44 نقطة، الزمالك 36 نقطة. مين المتصدر ومين اللي اتظلم من قرار الإلغاء، الأهلي ولا الزمالك؟ أبو 44 ولا أبو 36؟ بطولة 2001 الزمالك يتصدر برصيد 59 نقطة من 26 أسبوع، الأهلي كان عنده 50 نقطة وكان له مباراة مؤجلة، يعني كان محتمل يوصل ل 53، يبقى الزمالك دي البطوله اللي متصدرها. 2001 بطوله 2003 انبي المتصدر عنده 54 نقطه، كان لعب 22 مباراه، الزمالك الرابع 49 نقطه، الاهلي بعد منه عنده 38 نقطه وليه مباراه مؤجله. يعني انبي بيتصدر بطوله، الزمالك بيتصدر بطوله، الاهلي بيتصدر بطولتين، والفوارق في النقاط انتوا شفتوها. جبتوا منين ان اتحاد الكره علشان الزمالك متصدر والاهلي بعيد لغى الموسم؟ هو مين اللي رجع، مين اللي وقف الكره، مين اللي رجعها؟ مش اتحاد الكره، ده الدوله برؤيه. ده كان كلام كتير مسكنا كل واحد بعظمه لسانه، واعتقد كان العرض بالمنطق اللي انتوا شفتوه فقط بحثا عن الحقيقه. والله تاني لو الحقيقه ضد الاهلي هنقولها، حرصا من البرنامج على ان احنا بنقول للجمهور حقيقه، وبنحاول ان الناس تعرف اصل المساله ايه بمنتهى المنطقيه وبالشكل الموثق، لانه كل واحد بيتمسك من عظمه لسانه. دلوقتي كلام كبير وكتير مهم جدا حطيناه.